من الخلف، تقول عن نفسها: أنا امرأة متزوجة ولا يوجد معنا أطفال، وزوجي لا يحافظ على الصلاة مع الجماعة، لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، والظهر ينام ويصليها مع العصر، والمغرب والعشاء يخرج من البيت ولا أدري متى يصلي، وصلاة الجمعة لا يصليها في المسجد. ولقد نصحته كثيرا وأخبرت والدته ونصحوه، ولكن لم يسمع النصيحة، وأنا مللت من هذه العيشة معه، أفيدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا الذي ذكرت عنده خلل غير ترك صلاة الجماعة، عنده إخراج الصلاة عن وقتها، وإذا أخرجت الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تصح ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، وهو في حكم التارك لها. صلاة الجماعة واجبة، ولكن الصلاة في الوقت هذا فرض على، وهو شرط لصحتها أيضا، شرط لصحة الصلاة، فلا يجوز إخراجها عن وقتها إلا لعذر شرعي من نوم غلب عليه أو نسيان، أو هو يريد الجمع إذا كان ممن يجوز له الجمع، يريد أن يجمعها مع الصلاة التي بعدها جمع تأخير كالمسافر والمريض. فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي لا تقبل منه والعياذ بالله. وأما حالتك معه فلك المطالبة بالفراق، لأن هذا رجل سوء لا يجوز البقاء معه والجلوس معه ومؤاكلته ومشاربته ومعاشرته على هذه الحال، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.